السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين أو شهيوات أم نزار. كنرحب بالجميع وكنشكر كاع الناس اللي دعموني واللي اشتركوا في القناة ديالي والناس اللي كدعمني بجيم أو إعجاب. شكرا للجميع. اليوم إن شاء الله الوصفة ديالنا غتكون عبارة على كيكة. كيكة كتجي لذيذة بزاف بزاف، كتستحق تجربة. كنتمنى أنكم تجربوها لأنها حقا كتجي لذيذة بزاف، كتجي طرية وهشيشة وفي متناول الجميع. هذا هو المهم، أن مقاديرها بساط يقدروا يكونوا في أي بيت. هذا هو شكل الكيكة ديالنا ديال اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. صراحة راه كتجي هشيشة بزاف ولذيذة بزاف كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، راه شارح نفسه. ممكن تناولوها بهذه الطريقة، وممكن إضافة الصلصة اللي كتكون في الوسط. بس غنحضرها معكم ان شاء الله حتى هي تشوفوها في الفيديو. وهذه هي الوصفة ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله تعجبكم. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج في هذا الكيك، غادي نحتاجو ليه 4 ديال البيضات بحرارة المطبخ، كأس زيت بالعبار ديال كأس الياغورت، ملعقة كبيرة خل، دقيق حسب الخليط، غنحتاج سكر سنيدة أو السكر الخشن، غادي نحتاج ليه ياغورت بالنكهة ديال الموز أو أي نكهة كتفضلوها، ملعقة كبيرة ديال الكاكاو، واحد صاشية ديال سكر فانيليا، وغنحتاجو ثلاثة الخمارات حمرين، أو أنا عندي هنايا الخمارات فيهم 15 غرام. غادي نحتاج خمارة وحدة ونصف، يعني ثلاثة الخمارات حمرين ديال المغرب. وغادي ندوزو الطريقة على بركة الله. انا خديت اناء كسرت فيه البيض ديالي، وغادي نضيف عليه 8 المعالق ديال السكر الخشن او سكر سنيده، غادي نطربوها مزيان يعني حتى تنسجم السكر مع البيض، يعني ما يبقاش يبان السكر معزول على البيض. انا هنا فضلت نخدم بالطراب اليدوي، اللي عندها الطراب الكهربائي وبغات تخدم به هي حره، وانما فضلت نخدم بالطراب اليدوي لان بزاف الناس ما كيكونش متوفر لهم الطراب الكهربائي. كنحاولوا نبسطوا الامور باش اي واحد يقدر يجرب الوصفه. غادي نضيفوا الكاس ديال الزيت كيف ما قلت لكم. انا هذاك الكاس عندي قدو قد العبار ديال الياغورت، يعني عبروا بالكاس ديال الياغورت عبروا به كاس ديال الزيت، اولا نصف كاس ديال العنبه. غادي نضيف ملعقه ديال الخل. الخل الدور ديالو هو انه كيطري لينا الكيكه، وحتى الا بغينا نحتفظوا بها في الثلاجه كتبقى لنا حتى مده اسبوع، يعني ما كتحماض ما والو. هذا هو الدور ديال الخل. وغادي نضيف الكاس ديال الياغورت، وبنفس كاس الياغورت انا عبرت الماء كاس قل ربع ديال الماء ديال الياغورت، يعني العباره كلها كتمشي بكاس الياغورت. كنعتذر انني ما ذكرتوش مع المقادير من الاول، نسيتو صافي. وكنستمروا في خلط هذا الكيك، كنضيفوا سكر الفاني، وغادي نضيف الدقيق تدريجيا كيف ما قلت لكم في الاول. الدقيق حسب الخليط، لان الدقيق كيختلف من واحد لواحد كيف ما كنقولها دائما، كاين اللي كيتشرب كاين اللي ما كيتشربش، على حسب عينكم ميزانكم. وانا غنعطيكم واحد السر باش تعرفوا ان الكيكه يعني صافي كفاها الدقيق او لا ما كفيهاش، يعني واش خاصها ولا ما خاصهاش. كيف ما كتشوفوا معايا انا عندي هاد الزلافه فيها العبار ديال جوج كيسان بعبار الياغورت، يعني هنا ضفت جوج كيسان ديال الدقيق بعبار الياغورت، وضفت مازال زلافه اخرى ديال الدقيق لان شفت الكيكه مازال خاصني لهاد الدقيق.
غادي نضيف النصف ديالها، هذه زلافة ثانية، يعني هذا الكأس الثالث ديال الدقيق بعبار الكأس ديال الياغورت، باش ما تلفوش. راه الامور واضحة، وكنعاود نشرح لكم بالصوت باش ان شاء الله تكون الامور كلها واضحة. انا ضفت ما تبقى من الدقيق، يعني هنايا راه عندي 4 الكيسان ديال الدقيق بعبار الياغورت، اولا 3 الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق. انا عطيتكم العبارات بجميع الكؤوس باش تعرفوا، يعني اللي متوفره لي، اللي اي وحده متوفره لها حاجه في الدار غادي ديرها، يعني متوفر لك كاس العنبه تعبري بيه، كاس الياغورت تعبري بيه، عندك زلافه تعبري بيها. صافي، انا ضفت هنايا عفوا الخميره، كيف ما قلت لكم في الاول انا عندي هنايا الخميره 15 غرام، غادي نضيف غير وحده ونص، يعني 3 الخمارات حمرين ديال 7 غرام. وهنا كناخذ العجينه وكنكتب بها الرقم 8، يعني الا تكتب 8 كيف ما كتشوفوا راه تكتب وما تسمحهاش دغيا، يعني راه صافي ما بقاش خاص هاد الدقيق، الا تسمح في البلاصه عرفوا راه مازال ناقص هاد الدقيق. غادي ناخذ المول ديالي، هنا من قبل دهنتو بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نصب فيه النصف الكبير ديال الكيكه، يعني النص الكبير ديال العجين غادي نصبه في المول، والنصف الصغير غادي بحال الربع ديال العجين الكيكه هو اللي غادي نخليه غنضيف ليه الكاكاو، والنصف الكبير هو اللي كنصبه في المول. انا ضفت هنا ملعقه ديال الكاكاو وغادي نخلطها مزيان حتى تنسجم مع العجين وما تبقاش فيها كويرات. وغادي نصبها على العجين الابيض، وانا هاز زيت ديال الفوق كيف ما كتشوفوا، العجين الاسود او البني يعني قليل على العجين الابيض، لان لو كان كثرنا العجين الاسود عفوا او البني غادي يغلب لنا على العجين الابيض وغتجينا كلها كحله. غادي ناخذ واحد القطيب ديال الشواء او فرشيطه او موس، ونديرو بها خطوط بهذا الشكل هذا، يعني ما نخلطوهاش بزاف، وندخلوها للفران مسخن من قبل على 160 درجه، يكون شاعل غير من التحت حتى تحمر لينا الكيكه وتطيب، ونخرجوها حتى تبرد عاد نزينوها. انا عندي هنا واحد الكاسرونه غادي نوضع فيها بالنسبه للصلصه اللي غادي نسقيو بها الكيك، كيف ما قلت لكم عندي كاسرونه غادي نوضع فيها واحد الكاس ديال الياغورت ديال الشوكولات، يعني الحجم الكبير العبار ديالو 120 غرام، عفوا 125 غرام، وبنفس الكاس ديال الياغورت غادي نعبروا به الحليب، وممكن تعويض الحليب بالماء. غادي نضيف ليه 3 المعالق ديال السكر سنيده، وملعقة كبيرة ديال الكاكاو، وغنخلط جميع المكونات ونوضعها فوق النار حتى تغلى ويولي عندنا الخليط ثقيل شيئا ما، ونطفيو عليها النار حتى تبرد تماما عاد نزينو بها الكيك ديالنا. هذا هو الكيك ديالي بعد ما طاب وتحمر، كيف ما كتشوفوا كيجي طري وهشيش. غادي ناخذ واحد القطيب ديال الشواء او اللموس او فرشيطه، ونثقبوا بها الكيكه ديالنا من الوجه ديالها باش تشرب لينا الصلصه، وغادي نصب عليها الصلصه بهذه الطريقه، يعني على الوجه ديالها فقط، ما غاديش ندهن ليها الجوانب وكلشي، غنخليها هي تسيح راسها باش تعطيني واحد الشكل زوين. وغادي نزينوها بالكوك، انا زينتها بالكوك، التزيين كيبقى حسب الرغبه وحسب متوفر، يعني زينوها باللي متوفر عندكم في الدار، ممكن بيغميسيل، ممكن قطع من الموز، ممكن اللوز ايفيلي، ممكن قرقع، ممكن يعني اي حاجه عندكم متوفره في الدار زينوا بها. انا عندي الكوك انزينت بيه بهالطريقه،
وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا ديال اليوم. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، واللي عجبوا الفيديو نتمنى أنه ما يبخلش عليا بالضغط على زر الإعجاب، واللي مازال ما شاركش معايا في القناة كنقول له اشترك معايا في القناة مرحبا بك، بالضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك. وكنشكر الجميع للمتابعة ديالكم، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة، في رعاية الله.